في الدمام، حيث تنضم إلينا من هناك مراسلة الإخبارية الزميلة هدى الغامدي من أحد الأسواق. هدى، يعني ياريت تضعينا في أجواء الحياة ومتابعة المواطنين في ظل الحجر لحياتهم اليومية، وأيضا كيف يعني يلتزمون بمقولات وزارة الصحة ونصائح وزارة الصحة. جبريل، أتواجد الآن في أحد الأسواق هنا في مدينة الدمام، حيث ولله الحمد وفرة في المواد الغذائية والسلع التموينية، وأيضا كما صرح بذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين عن اكتمال جاهزية الخطط التموينية لشهر رمضان المبارك بتحقيق وفرة في السلع الغذائية. بالنسبة للمتسوقين كما ترون أعداد قليلة ولله الحمد، وهذا يدل على وعي المواطن والمقيم بضرورة الالتزام بالمنزل وبأهمية التباعد الاجتماعي. أيضا في هذا السوق يعني هناك تدابير وقائية وإجراءات احترازية منذ بدء عند المدخل بوضع الكمامات، القفازات، المعقمات، وأيضا قياس لدرجات الحرارة. أيضا بالنسبة للمحاسبين هناك علامات موضوعة على الأرض تبين أن يجب أن تكون المسافة ما بين المتسوق والآخر مسافة متر ونصف، وذلك حماية للجميع من انتقال فيروس كورونا. جميل هدى، يعني من خلال تعاملك مع بعض المواطنين الموجودين الآن في هذا السوق، كيف رأيت من يعني هناك ثقافة في موضوع الجانب الغذائي، يعني ليس الخوف من أجل شراء كل شيء، ولكن أيضا الثقافة الغذائية، ماذا تحتاج أسرته؟ نعم، هذا ما لاحظته، أنه بالعادة كنا نرى مثلا العربات التسوق مليئة بالمواد الغذائية، الآن ولله الحمد يعني ممكن الشخص المتسوق يأتي يأخذ شيئين ويعني يذهب، ليست يعني ولله الحمد مقتنعين ومتأكدين أن هناك في وفرة في المواد الغذائية، مطمئنين على اقتصاد بلادنا ولله الحمد، لا خوف من أن هناك يكون في نقص في أي مادة غذائية تموينية، فولله الحمد الكل مطمئن وملتزم وفيه نوعا ما تباعد في السوق. هدى، أيضا هل يوجد أحد في مدخل السوق من قبل الفرق الطبية التي تحاول أن تقوم بفحص المستهلكين الذين يدخلون إلى السوق قبل دخولهم للحفاظ على صحة الجميع؟ المتواجدون الآن هم أصحاب السوق نفسهم، هم كمان اللي يساعدون المشرف ومدير السوق بأخذ قياسات الحرارة، ليس أحد من الفريق الطبي ولكن أصحاب السوق نفسهم المتواجدين. الله يعطيك العافية هدى، لا تنسين بس تأخذي لك معك بعض الأشياء من السوق ترى على حساب الإخبارية. إن شاء الله ولا يهمك. شكرا لزميلتنا هدى الغامدي مراسلتنا في الدمام، وكانت من أحد الأسواق في مدينة الدمام.